fada de cine Şurii fada de cine Ahramane tad şopine Şurii fada de cine الصمت الدولي وصمت المنظمات التي تدعي بالحقوق والحريات والذين أصابهم الصم والبكم في أداء واجباتهم الأخلاقية. نفتح باب الاعتصام من أجل حرية القائد آبو ونستنكر الهجوم التركي على مناطق الشهبة وكل مكون كردي عربي شركسي أرمني. وبهذا الاعتصام سوف نكسر حاجز إمرالي الذي بكل الوسائل التعذيب يريدون سخط الأكراد ونريد بهذا اليوم أن نكسر حاجز التجريد على القائد آبو. وفي هذا الاعتصام نلقي البيان إلى الرأي العام بالغناء وبالقصائد من أجل القائد آبو. نحن اليوم أمام خيمة الاعتصام من أجل القائد عبد الله أوجلان الذي مر سنين طويلة هو تحت تجريد فوق تجريد يمشي وفوقه وما زال حتى يومنا هذا تجريد فوق بعض. أما نحن كشعب الكردي اليوم وجميع محامين العالم يطالبون بإفراج عن القائد عبد الله أوجلان لأنه ما زال حتى يومنا هذا بدون سبب في سجن وعزل فوق رأسه. لماذا؟ يطالب جميع الحقوق المدنيين والإنسانيين والسياسيين في العالم بإفراج عن القائد عبد الله أوجلان قائد الأممي الذي لا يطالب وينجد بالحرية بالديمقراطية والمظلومين. ولا نطلب الدولة التركية أكثر من ذلك إفراج عن قائد عبد الله أوجلان. ونحن اليوم تنديدا لذلك تحت هذه خيمة الاعتصام نطالب بحرية وسنقتل ونقاوم حتى يتم تحرير عبد الله أوجلان وجميع أراضي كردستان.